عودة لكم مستمعينا ومشاهدينا بالجزء الثاني والأخير لحلقتنا لليوم. بعد كل حالات الغرق بقوارب الموت يلي عم نشهدها بالفترة الأخيرة، مبادرة مميزة لاستقدام غواصة إلى لبنان لمحاولة انتشال أي رفات متبقية من هالحوادث. لنعرف تفاصيل أكثر معنا الدكتور رودريغ نوفل، مسؤول العلاقات العامة بهالمبادرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم رودريغ، خبرنا أكثر عن هالغواصة، كيف بتشتغل ومين رح يتولى زمام الأمور لتشغيلها وبأي حالات؟ الغواصة أول شيء بدي أقول لك إنه كانت كتير صعبة تنجاب على لبنان. العمل الغرق صار ب 22 أفريل شهر 4، لهلأ تقدرنا أخذنا وقدرنا جبناها على لبنان من خلال الجلوبال كارجو لاين، لأنه مولا كارير كان عم يقبل يشحن غواصة على لبنان، وإذا بدك لبنان عليه شوية سانكشنز غير معلنة بهذا الموضوع. من أي نوع؟ يعني هيدي تعتبر معدات من نوع عسكري بيستعملوها لأشياء يعني غير طالعه للحروب وللاشياء البايرسي وللاشياء، بقى ممنوع حتى تستخدم للجيش. الدوله اللبنانيه جربنا ناخذ ضمانات من عطيونا، ولا حدا قبل يعني يستخدم لنا اياها. كمان جربنا نعملها باسم الصليب، باسم الجيش اللبناني ما قدرنا نعملها، باسم الصليب الاحمر على اساس انه اوكي رجعنا جبناها يعني اكسكلوزيف باسم جلوبال كارجو لاين، لانه بس جلوبال كارجو لاين لها 30 سنه بهذا الدومين، وبلبنان تقدروا اون بيرسونال نولج بيزز نحن وياهم تقدروا عطيونا اياها. هذه المبادره بلشوها الاستراليان ريليف مع الدكتور جمال ريفي. الدكتور جمال ريفي شقيقه للنائب اللي وقع اشرف ريفي في طرابلس من بعد ما غرقت الباخره، وبعد ناشطين يعني اذا بدك بكل تواضع انا اصغر واحد فيهم او اخر واحد فيهم. كنا عم نجرب نشتغل على هذا الموضوع. الموضوع الاستراليان ريليف كانوا بلشت الانيشيتيف من هونيك الدكتور ريفي، والموضوع بكلف 380 الف دولار. لهلا بعض المصاري متأمن ولا شيء مني، بس كانت المبادرة ما يعني الدولة ما تحركت، ما قدرت إذا بدك تأمن سبل الحياة، وما قدرت تشيلهم من بعد ما نزلوا على قارب الموت. ما حدا تحرك تشيل الجثث. الجثث أكيد تحللوا بس بيبقى السكلت طبعا. كل هيدي المبادرة الإنسانية تنعمل إذا بدك دفن لائق اللي ما تبقى من الجثث للعالم اللي نزلوا بهيدي قارب الموت. رودريغ، سؤال يمكن يكون حال حدا من المستمعين أو المشاهدين رح يسألوا لحاله هلأ، هيدا الغواصة نتمنى أنه ما يصير في حوادث مماثلة بالمستقبل، ولكن هل رح تكون فقط لانتشال الرفات بقاع البحر، ولا ممكن استخدامها يمكن لإنقاذ بعض الحالات في حال مثل ما قلنا لا سمح الله رجعت تكررت هيدول الحوادث؟ هيدي الغواصة جاية تمبوريرا على لبنان، المهمة تبعها 8 أيام. هي بتوصل الله غادي ب 17 شهر على عشية. والغواصة ما حتشتغل من راسها، هي جاية ب 2 كونتينرز، وجاية مع التيم تبعها كلهم أجانب. رح يطلعوا عند قائد الجيش نهار بس يوصلوا على لبنان 3 أو 4 قبل الظهر، مع اللواء ريفي أكيد. وما رح تستعمل الا لغرض التفتيش على هودي الجثث. الجيش رح يتولى نقله، رح توصل على قرب بيروت. الجيش بشخص اللواء شخص الكولونيل هيثم ضناوي قائد القوات البحريه هو مشرف على نقله بكميونات عسكريه بشاحنات عسكريه من بيروت لطرابلس. الجيش بده يتابع هذا الموضوع شخصيا كرمال ما حدا يقول رح نستعملها لاغراض ثانيه. ما حتستعمل الا لاغراض الغرض الجاي كرماله محاوله انتشال الجثث. الجثث طعينا على 476 متر حسب مسح الخبراء البحريين. هذه الغواصه بتوصل ل 2500 متر. مينلي ليش عندنا امل انه يكون بعد في جثث او سكلات؟ لانه الجثث من بعد ما يصير في حوادث اجمالا بتفوش بتعوم. الجثث اللي ما عامت هن يرجح انه يكون لانه كانوا فيها اوضه جوا غلقوا وبقيوا بالاوضه تسكرت عليهم.
لانه هي كانت محمله مازوت زياده عن اللزوم كرمال لانه مشوارهم طويل. المازوت على الضربه نزل عم سبب التقل وراء، اللي هو الشيء اللي سبب بغرق على لهذا القارب. رودريغ، سؤال أخير، أي رسالة بتحب توجهها للمغتربين يلي هلا عم يسمعوك لدعمكن لتقدر توصل هيدي الباخرة إلى لبنان وتبلش عملها بالمهمة اللي ذكرت حضرتك إنه رح تستمر لـ8 أيام؟ أستراليان ريليف حطت ضمانة 380 ألف دولار. يمكن تكلف العملية أكثر، على الأكيد رح تكلف أكثر. التبرعات رح أبعث لك قد ايه اللينك لما متوقع إنه أعرضه. تكلف؟ أمن لك الجارنتي 380، يعني أتليست بدها تكلف 380 إذا ما قلنا أكثر، لأنه في مع أكسسوار يعني شحنة روحة ورجعة، والأكسسوارز اللي بدهم يستعملوهم بكل غطسة بكل مرة، في اكسسوارز بتستعمل مره واحده هذا حقه مصاري كلفتهم باهظه. يعني بلشنا المبادره واليوم طلع اللينك تبع البنك وراح يكون كثير شفاف، كل حدا بيقدر يعرف مين مكان قد ايه برا، وين راحوا المصريات وكل ليره كيف انصرفت. في شويه في مدام دونيز حويت بروفايل لحويت، هي المنسقه العامه للمشروع، في انا عم نتواصل وحاطين ارقامنا بالنداء اللي نزلناه. إذا فيك ترجع تكرر الأرقام رودريك، إذا في حدا من المستمعين أو المشاهدين حابب يتواصل معكم يقدر يتصل فيكم. مدام دونيز 7 9 30 40 30، انا 02 9 4 9 9 6. كل حدا بحب يتبرع، ونحن اذا بده في اللي بده يتبرع كاش بلبنان بيقدر، اللي بده يتبرع عبر الويب سايت كمان فينا نزودهم اياه اذا حكيونا، وفينا نزودكم اياه بالاذاعه اذا فينا نمرقوا على الويب سايت تكون ترانسبيرسي العمليه على الاخر. بدها أكيد تكلف اكثر اكيد اكيد من المبلغ المتوقع المحطوط اللي هو 380. اي كونتريبيوشن بتكون مشكوره، ومشكوره الايادي البيضاء اللي بتحب تعطي. نوتي انه طرابلس هي اذا بدك مدينه الاغنياء بلبنان، بس ومدينة بعد ما الفقراء شفنا بذات الوقت. صح، وبس بعد ما شفنا ولا غني مد ايده على جيبته. نتأمل ما انه تواصل معكم أي شخص من مدينة طرابلس غير اللواء الشفريفي طبعا؟ بلا، في شخص جمعية آل أيوبي رح قدموا بلوتو شحنة وتكلفة التوضيب من برشلونة لهون، اللي هي إذا بدك شحن الكونتينرين كلفت دوبل عن شحن اي كونتينرين بضاعه، لان الغواصه ولانه في فور سكيورتي ريزن، واصلا ولا شركه انشورنس قبل تعمل لنا انشورنس، ولا حدا جبنا لهم ورقه من الدوله انه الدوله بتتكفل وبتامن عودتها كمان ما اعترفوا فيها. كانت العمليه كثير كثير صعبه بهذا الخصوص، اضطرينا نتكلف دوب واستعملنا كل علاقتنا الشخصيه. يعني لو ما جلوبال كارجو لاين و30 سنه تبعها بالسوق اللبناني والعالمي ما قدرنا جبناها، وجلوبال كارجو لاين ابدا ما لا تبغي الربح المادي من هذا البروجي ابدا ولا عم تعمل دعايه. أكيد، شكرا لك دكتور رودريغ نوفل على ميرسي إليك، مداخلتك معنا ضمن برنامج مش فلين. ميرسي إليكم. مستمعينا شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تتابعونا وتبعتولنا اقتراحاتكم عبر هاشتاغ مش فلين على تويتر، وفيكم تتابعوا إعادة لكل برامجنا عبر موقع الإلكتروني vdl.me وصفحاتنا على السوشيال ميديا Voice of Lebanon 100.5. تحية من يارا متى، على أمل اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة، ودايما عبر هوا صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة.